بيشرفنا من خلال الفيديو كونفرنس دلوقتي كابتن انيس الشعلالي، طبعا مدرب احمال نادي الاهلي السابق ومدرب احمال حالي لفريق وفاق الصيف الجزائري. مساء الخير كابتن انيس، واهلا وسهلا بيك معانا في سادسه. اهلا بيك، تشرفت بيك يا استاذ احمد، وسعيد جدا اني اكون موجود في قناه الاهلي وبين جماهير نادي الاهلي والنادي اللي انا يعني كان لي شرف اني تعاملت مع ناس فيه واشتغلت فيه وحققنا فيه بطولات، والحمد لله علاقتي ممتازه مع اغلب الناس الموجودين في النادي. الحمد لله، اهم حاجه بتميز تجربتك في الفتره اللي قضيتها في بين جدران النادي الاهلي. طبعا الارقام اللي طيب يعني اتحققت في الموسمين اللي كنا موجودين فيهم في النادي الاهلي على مستوى الدوري، على مستوى الكاس السوبر، كان الكاس يعني الكاس كان غايب عن النادي الاهلي فتره طويله، فالحمد لله كان يعني بتضافر جهود كل الناس كان فتره يعني رجع فيها الكاس للنادي الاهلي، وكان خدنا ثلاثيه يعني السوبر والكاس والدوري، كانت من أميز الأشياء. طبعا الوصول إلى نهائي أفريقيا ومباراة الوداد الشهيرة اللي كلنا عارفينها، يعني طبعا الفترة طبعا كان النادي بعيد شوية على أفريقيا في آخر سنتين قبل الموسم ده، فدي حاجات حلوة تبقى في الذاكرة على طول وبتشرف أي حد انتمى للكيان. تلقيت عروض العودة للنادي الأهلي مرة أخرى؟ والله انا طبعا يعني الموضوع كان متاح وفي تواصل، والفرصه كانت كل مره بنحاول انها يعني تبقى موجوده، لو يعني الموضوع مفتوح طبعا وربنا يسهل. طيب خلينا نروح لأهمية، يمكن أنا كنت بتكلم وإحنا مرينا في النادي الأهلي في الثلاث مواسم الأخيرة بظروف صعبة جدا بسبب البدايات، كانت طبعا فكرة فيروس كورونا اللي أدى لترحيل وتأخير الموسم، فنتج عن ده تلاحم تقريبا ثلاث مواسم ورا بعض، وده تسبب في حالة إجهاد كبيرة جدا، ارتفاع معدل الإصابات وتكرارها لفترات طويلة على عدد كبير من الأعمدة الأساسية للفريق. خلينا أتكلم على أهمية دور مدرب الأحمال وطبيعة علاقته ببقية الطاقم الفني، المدير الفني والمدرب ومحلل الأداء، إيه اللي بيبقى مطلوب منه وإزاي بتتحدد منهج العمل مع الفريق؟ شكرا. يعني طبعا مهم جدا دلوقتي في كرة القدم العصرية تحديد وتقنين الأحمال البدنية، وطبعا في فترات زي الفترة الأخيرة اللي هو ظرف عالمي أجبر عليه كل العالم، فإمكانية إنك تتعامل معه كانت صعبة بصراحة، فأنا يعني بقدر كل المجهودات اللي كانت من طرف كل الأجهزة الفنية والطبية للتعامل مع الفترة الصعبة اللي كانت بتاع كورونا، خصوصا الدوريات اللي خدت القرار إنها تكمل الدوري. كان قرار صعب لضغوطات أو لظروف معينة، كان صعب إنك تضغط على الدوري بشكل رهيب أو بعد فترة الراحة ترجع على ماتشات بريتم عالي جدا وما فيش فترة راحة بين المباريات كافية إن الفريق إنه يسترجع قواه ويسترجع طاقته، فنتج عنه عدة إصابات ونتج عنه إرهاق إلى بعض اللاعبين. وطبعا أنا متابع النادي الأهلي، ومن بين القرارات اللي أخذهم النادي الأهلي إنه إراحة بعض لاعبين الفريق في آخر الموسم تحسبا لبداية الموسم الحالي إنه يكون في أحسن حال، وأعتقد إنه في بداية الموسم النادي النهاردة يقدم أداء مع كويس وبيكسب ماتشات وماشي في الدوري بشكل ممتاز، ففي عدد إصابات كتير مش في مصر بس او في الوطن العربي حتى في اوروبا، يعني عدد اللاعبين اللي اصابوا نتيجه الارهاق كان كبير، وممكن يعني حتى استشهد في فتره اللي انا كنت موجود فيها في النادي الاهلي لو فاكر يا كابتن احمد، كان يعني منتخب مصر كان فتره بعيده على امم افريقيا، و2017 كان من بعد فتره طويله رجوعنا لامم افريقيا، فالمنتخب شارك في امم افريقيا، وفي نفس الموسم 2018 كان اول يعني اعاده تنشيط البطوله العربيه اللي كان في اسكندريه، فكانت بطولة عربية وأمم أفريقيا وتصفيات كأس عالم 2018 وكأس ودوري، فكان برضو كم هائل من الإصابات من طبعا كم هائل من المباريات نتج عنه إرهاق ونتج عنه إصابات، حاولنا نتعامل معها بشكل إنه يبقى في توزيع لحمل على المجموعة كلها، طبعا لما تكون عندك مجموعة متجانسة وقدرات متقاربة من اللاعبين
تقدر انك توزع على المباريات حسب ظروف المباريات، ويبقى في راحه او ممكن تريح بالفرنسي يقول اميناجي كلكو جوار، يعني نريح مرتاح بعض اللاعبين لمباراه ويرجع المباراه اللي بعد الواحد يرتاح. فكان السيستم انك على عدد، كانت القائمه مفتوحه 30 لاعب، والحمد لله كنا الفكر اننا نحاول نستعمل كل اللعيبه نوصل بشكل انه نخفف الاحمال. فتره كورونا كان صعب على كل الناس، كان في ارهاق كبير على مستوى اللاعبين والاجهزه الفنيه والطبيه. المتميز او الذي عنده احسن قدرات، نقطه مهمه جدا في الاعمال في العمل البدني، انه على قدر اهميه الحمل البدني على قدر اهميه استرجاع الطاقه او الريكفري، ايوه الاستشفاء، الاستشفاء. وفي يعني التطور العلمي في الناحيه البدنيه يعني في بلغ مراتب. طب خليني اقف معاك في الجزئيه دي، لانه الاهلي السنه دي قبل بدايه الموسم مستر كولر طبعا وياسين المكاري، بما انه طبعا يعني نجم منتخب تونس، بدايه هل حصل تواصل بينك وبين ياسين المكاري؟ هل سالك عن تجربه عملك في النادي الاهلي قبل ما يجي كواحد من اعضاء الجهاز الفني مع مستر مارسيل كولر؟ والله بتمنى للمستر كولر وطبعا كل الجهاز الموجود انه التوفيق. ياسين ما الحقيقه لم نتواصل مع بعض، انا ما كانش تعامل قبل كده مع ياسين المكاري. طبعا لاعب كبير واكيد هيبقى اضافه في النادي الاهلي من خلال دوره في الجهاز الفني. للاسف ما كانش تواصل مع ياسين، طبعا ليه تواصل تام على طول طيب مع علي. خليني هاجل علي معلول وهاجل تونس في كاس العالم مستنيينكم، بس خليني اروح لقصه برضو الاحمال مره تانية. كنت بقول لك انه الاهلي بدايه الموسم ده عمل لاول مره يمكن حاجه بتحصل عندنا هنا في مصر، هي فكره القياسات البدنيه. الى اي مدى القياسات البدنيه دي بتبقى مفيده لمدرب الاحمال، وبتاثر على ايه في شغله بقيه الموسم؟ طبعا مهم جدا في قياس الاختبارات، التيست، الاختبارات البدنيه في بدايه الموسم، طبعا دي تحديد النواقص البدنيه لكل لاعب. واحد تشتغل عليه بقى انت في انديفيدوال بروجرام. اثنين، تقدير حمل التمرين كله للاعبين من خلال النسب المئويه للاختبارات اللي اتعملت، التيست. اثنين، بتقلل عدد الاصابات او بتبقى في استباق للاصابه من خلال تدريبات مكثفه موجهه في النقص الموجود عند اللعيب، وده نقص مختلف من لاعب الى اخر حسب الامكانيات البدنيه. فالاختبارات البدنيه او التيست مهمة جدا جدا. طيب خليني اختم معاك لقائي، لازم اسالك طبعا عن معلول مع الاهلي وعن معلول مع تونس، وشايف ازاي فرص تونس في مشاركتها في كاس العالم اللي جاي. طبعا بتمنى لعلي كل التوفيق في النادي الاهلي ومع منتخب تونس. منتخب تونس يعني هذه مشاركته السادسه في المونديال في كاس العالم. اعتقد انه المنتخب اكتسب خبرات، طبعا في ظروف كل فتره دوره ما انت كاس عالم عندها ظروفها. اعتقد انه علي ان شاء الله يحاول يعمل كاس عالم ممتازه، يعني في اسمه وفي قدراته وفي قدرات المنتخب التونسي. المنتخب التونسي متعود انه يكون موجود في كاس العالم، عنده رغبه كبيره، ان شاء الله يكون الحظ والتوفيق في الى جانبه في الوصول للدور الثاني. انا يعني عندي علاقات ممتازه ومع الجهاز الفني ومع اغلب اللاعبين الموجودين في المنتخب التونسي، اتمنى لهم التوفيق. اعتقد انه مجموعه ماهيش سهله، مجموعه صعبه صراحه، يعني حتى المنتخب الدنماركي، مش نبدا بالمنتخب الدنماركي، المنتخب قوي وسبق انه فاز على المنتخب الفرنسي من شهر او شهر ونص. المنتخب الفرنسي غني عن التعريف، منتخب كاس معناتها بطل العالم. فالمجموعه مش سهله، تستحق تركيز وبعض وشويه توفيق. على كل الاحوال كابتن انيس، كل الجماهير العربيه في ظهر وفي دعم ومسانده المنتخبات العربيه والافريقيه اللي بتشارك في بطوله، نفسنا نشوف منتخب عربي او منتخب افريقي بيقدم كوره وبيقدم مستويات قويه ويقدر يروح لبعيد مع الكبار في اهم بطوله على مستوى المنتخبات. بشكرك شكرا جزيلا كابتن انيس اشعلاء.